نبص على الموضوعات، جبنا 6 موضوعات ما جبناش كتير، بس أعتقد ال6 موضوعات هتلاقي منها إن شاء الله بكرة حاجة، يا ميل يا سوجي. طبعا المال بسيط جدا، جملتين وهنرد عليهم بفراس كومبلت، تمام. أما السوجي مطلوب مننا نكتب دو 25 كاترون مو، 25 ل 30 كلمة، ولازم تكون عددهم دكار، وممكن يديني كلمات استرشد بيها وممكن لا، اجهزه تحت اي مسمى وتحت اي حاجه. خلاص احنا جايبين شويه موضوعات، جبنا 6 موضوعات بالظبط، جبناها على هيئه لعبه اكزرسيس اترو، تمام. اكزرسيس اترو يعني ايه؟ يعني كانه مثلا تمرين وفي فجوات. فهنديك الاول الموضوع اللي من غير، تحاولوا تبصوا فيه شويه وبعدين نتكلم في الموضوع المحلول. هنا الطبيعي الكونسيني واحده اللي هو اكريفي دو 25 كاترون مو سور سو سوجي، اكتب لي من 25 ل 30 كلمه حول الموضوع ده. وقال لي اوتيليزي، استخدم العناصر المعطاه، تمام. العناصر هنا ممكن يبقوا 2، ممكن يقول لك ما تستخدمش، ممكن ما يديكش عناصر، يسيبك يعني اوبن هاند براحتك خالص، يعني ايدك مفتوحه وترتجل. لو سمحت اسمع الكلام، اداك عناصر استخدم، ما ادكش عناصر يبقى سايبك براحتك، تمام. هنا الموضوع بيقول لي ايه؟ لونترينور دون دي كونساي او فوتبولور. ايه الكلام ده؟ لونترينور اللي هو تمام المدرب، دون دي كونساي بيدي نصايح، وخلي بالك لازم لما ادي نصايح فادي نصايح لمين؟ للعيبه. دي لو لعبتها جرامير يبقى هشيل او فوتبولر واقوم حاطه ايه؟ برافو يا ابطال هايلين، بحط اللير. ليه؟ لان انا بتكلم على فوتبولر كتير، يبقى لير دون دي كونساي بيديهم نصايح. لو كان فوتبولر واحد بس لاعب كره واحد يبقى لوي، تمام. وليه حطيت لوي ولير؟ عشان دي اسمها ايوه بالظبط المفعول الغير مباشر الانسان، برافو عليك. يبقى لونترينور دون دي كونساي او فوتبولور بور غاني لو ماتش. طبعا اي حد يعني كمدرب هدفه ايه؟ ان اللعيبه بتوعه يكسبوا. اي استاذ نفسه في ايه؟ ان الولاد بتوعه في الماده بتاعته يتفوقوا، ماشي. دي امنيتي طبعا ليك. قال لي سيتي سانك، سيتي سانك يعني اذكر 5 منها، ومديني الكلمتين اللي هما الاليمون اللي هو قال لي عليهم، كلمه فيت يعني بسرعه، واوردر يعني اوامر، تمام. طب دي كانت حاجه بسيطه، انا لعبت معاكم يعني اديتكم كلمه ونقط عشان انتوا تكملوا، ريسبكت يعني احترموا، تمام. فالناحيه الثانيه دي محلوله على طول، فقال لي ريسبكت يبقى نحترم ايه؟ نحترم الخطه. انا كمدرب اكيد حاطط خطه للعيبه بتوعي، فانا بقول لهم يا جماعه احترموا الخطه، يبقى ريسبكت لا استراتيجي. وبعدين رقم 2 نقط البالون، البالون اللي هي الكوره، الكوره الكبيره اللي بلعب بيها كره القدم، يبقى انا هعمل ايه؟ مطلوب اعمل ايه؟ بس فيت لو بالون، وكلمه فيت دي هو مديالي فوق، فلازم اشغلها بعد فيرب، يبقى بس فيت لو بالون، مرروا كوره بسرعه، تمام. طيب عايزه امر منفي، قلنا لهم ايه؟ انت ممكن تحط كل اللي انت عايزه، يعني انت ممكن تشغل الموضوع اللي هو بالنقط ده وانت تكمل براحتك، وممكن تعمل جمل احلى من اللي احنا كاتبينها كتير، تمام. انما احنا حاولنا نساعد مش اكتر. ne conservez pas le ballon longtemps او pour longtemps، يعني ايه ne conservez pas le ballon؟ هي بتساوي في المعنى الجمله اللي فوقيها اللي هي passez vite le ballon، مرر الكوره بسرعه. يعني ايه مرر الكوره بسرعه؟ يعني ما تحتفظ بالكوره لوحدك كتير، انت مش لازم تلعب لوحدك، انت نازل تلعب ضمن فريق، خلاص. بعديها الجمله في جوي، جوي يعني لعبوا، واخرها ازد، يبقى الكلام لمين؟ لكل الفريق. فجوي كولكتيفمون، يعني ايه كولكتيفمون؟ يعني بطريقه جماعيه، يعني اي لسبري دو ليكيب، خلي عندكم روح الفريق، انتوا نازلين تلعبوا باسم فريق كذا، تمام، او بتمثل بلدك كامله، تمام. فلازم نلعب مع بعض، مش كل واحد ياخد الكرة والناس تجري وراه، يبقى جوي كولكتيفمون نلعب مع بعض. بعدين جمله منفيه نو، يبقى انا عايزه ادي اوردر نيجاتيف، يبقى نو سوايي با فيولون، يعني اوعوا تكونوا عنيفين، لا مع الادفيرسير المنافسين ولا مع طبعا بعضكم البعض،
يبقى ne soyez pas violent دي بصفة عامة، ما تلعبوش بعنف، ما تكونوش عنيفين. وبعد كده في كلمة اللي هي الأربيتر. مين الأربيتر؟ الأربيتر ده الشخص المهم جدا اللي هو بيحكم الماتش، ديريج لو ماتش وديريج لو جو، خلاص بيدير اللعبة ويدير المباراة. فأي أوردر هيقوله الأربيتر لازم الفريق كله يلتزم بيه. طلع مثلا كارت جون، كارت اصفر، كارت روج، عمل انذار، عمل اللي يعمله، هو حر. فسويفي لي زاردر دي الاربيتر، اتبعوا الاوردر بتاع الاربيتر خلاص، او اوبيتي، تيعوا اوامر الاربيتر، احترموا اوامر الاربيتر، احترموا الاربيتر. ده طبعا ممكن تغير زي ما انت عايز، حضرتكم ممكن تغيروا الجمل زي ما انتوا عايزين. احنا ما اكتر من ان احنا ما بنعملش معاكم، حاولنا نلعب شوية ونخفف الموضوع شوية، بدل ما اقول لك اكتب 5 نصايح كاملة ودماغك تروح وتيجي، حاولنا ان احنا ايه نديك كلمة في كل جملة علشان انت تبني عليه. ده دكار، ده اول موضوع، وده موضوع بسيط جدا. وطبعا ده ماشي مع الوحدة الاولى. الوحدة الاولى كلها بتتكلم عن الرياضة، فطبعا لازم تبقى جاهز في الرياضة، ولازم تبقى جاهز في ادوات الرياضة، ولازم تبقى جاهز ان انت تتكلم في يعني ايه الرياضات الكلاسيكية وايه الرياضات العنيفة وبتحب ايه ومش بتحب ايه. ولازم لما يقول لك دون تون افي يعني، او اكسبريم تون اوبينيون، عبر عن رأيك، عبر عن رأيك بمنتهى الحرية، سواء جت في سيتياسيون، سواء جت في مال، سواء جت في سوجي. انت دلوقتي المفروض قادر ان انت تعمل فراس كومبلكس كذا حاجة، كذا جملة على بعضيها، انت ممكن تنتج اكتر من 50 جملة. تمام، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب. وتعالى نشوف كده الايه الموضوع التاني. الموضوع التاني بيقول ايه بقى؟ او باسري فو لي فاكونس دتي، انت هتقضي الاجازه بتاعت الصيف فين؟ ومديني كلمه اللي هي اكتيفيتي، اللي هي انشطه، طبعا الصيف بقى والاجازه والفسح، فاكيد اكتيفيتي كتير. والمويان دو ترانسبور، مويان دو ترانسبور يعني وسائل النقل، وتوقع جدا لازم يكون في حاجه تخص وسائل النقل والمواصلات، لو ما كانش ميل يبقى سوجي، يبقى سيتواسيون. تمام، هنا هنقرا الاول نقط بروشان، فيرجول، ما نقط، و موا وكذا، وفا نقط باري، ونو الون. يعني قريته، خدتوا تخيل كده. طيب انا عن نفسي اذا خيرت ان انا هقضي الاجازه الجايه فين، انا اكيد هختار باريس. تمام، فاتكلمت من وجهة نظري. تمام، انتوا بقى ممكن تكتبوا احلى من كده بكتير 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 بكتير، براحتكم جدا. تعالوا كده نشوف الموضوع وهو كامل كده على بعضه حتة واحدة. فانا قلت اداني نقط وبروشا، كتبت كلمة ايه للتي، لان هو قال لي فوق انت هتقضي اجازة الصيف فين. فانا بدأت اقول له والله للتي بروشا الصيف الجاي. ما ايه بقى؟ ما دي يبقى حاجه تخصني، وقال لي اي موا، يبقى اذا ما فامي اي موا، العيله وانا. العيله وانا هنعمل ايه؟ يبقى اون فا فيزيتي باري. ليه حطينا فيزيتي في الانفينيتيف؟ عشان اكيد قبليه فا فيرب متصرف، وقلنا الفيرب الثاني لازم يبقى في الانفينيتيف، واحد متصرف والثاني بس. يبقى اون فا فيزيتي باري. طب هنعمل ايه بقى؟ قال لي وسائل المواصلات، يبقى نو زالون بروندر لافيون بور اي الي. هنا الجمله دي لوحديها درسين جرامير او اكتر. نوز الون بروندر، نوز الون بروندر ده فيرب في الفيتشر بروش، مستقبل قريب. وطبعا لافيون بروندر، لافيون بروندر يركب، يركب مع وسائل النقل، ما بتاخدش اي ان او الان. بروندر بيركب ال، يبقى بتاخد تعريف، يبقى بروندر لافيون، بروندر لو ترام، بروندر لا فواتور، بروندر لو مترو. تمام، بعدي كمان درس جرامير. فور بعديها فعل في المصدر، ادي كمان درس جرامير. طب دي الاجازه فين؟ يبقى لازم اقول له اون نام باسي لي فاكونس، احنا بنحب نقضي الاجازه، زائد المكان اللي انت تختاره. طبعا انا قلت انا هروح باريس، فباريس موجوده فين؟ يبقى اون فرانس، في فرنسا. طبعا باريس العاصمه، وعاصمه مؤنثه، فبتاخد عليها اكسن. اما فرنسا كلها دي الدوله، فهتاخد اون قبلها، يبقى اون نام باسي لي فاكونس اون فرانس. طيب بالنسبه لمامير بقى، وميسور، ومو، مامتي، اخواتي، انا، هنعمل ايه في هناك؟ ايه الاكتيفيتي اللي ممكن نعملها في باريس؟
طبعا باريس معروفه ان هي اون فيل توريستيك تري سيلبر، يعني مدينه سياحيه من الدرجه الاولى ومشهوره جدا جدا جدا. يبقى نو زالون فوار، هنشوف هناك، او نو زالون فيزيتي، هنزور. وبما ان احنا كلنا يعني بنتكلم فرنساوي بقى لنا 3 سنين، ولازم نكون عارفين ابسطها كلمتين ثلاثه عن المونيمون سيلبر اللي موجودين في فرنسا. يبقى نو زالون فوار او فيزيتي لو لوفر، اكبر متحف في العالم، متحف اللوفر. لا تور ايفل، برج ايفل. طبعا كلمه فارلي بوتيك، بما ان مامتي واخواتي البنات، يبقى اي بنوته تعمل ايه؟ تعمل شوبينج، يبقى فار لي بوتيك. فار لي بوتيك ده مصطلح على بعضه، اللي هو ينزل يعني يلف على المحلات بقى، او فار لي ماجازان، تمشي فار لي ماجازان وفار لي بوتيك تعمل شوبينج. وطبعا اشهر ده يعني مكان وشارع موجود للشوبينج كله في باريس هو شانزليزيه، يبقى فار لي بوتيك او فار لي ماجازان او شانزليزيه. تمام. وفي الاخر ختمنا بفريمون باريس اي سوبر. طبعا رحله الى باريس دي هتبقى رحله رائعه. ذكر كلها كلمات سهله وبسيطه، على حسب المكان اللي انت هتختاره، على حسب ما هتكتب. يعني عايز تروح مثلا اسكندريه، يبقى هتقول كلمتين عن في اسكندريه. عايز تقضي الاجازه في الريف، يبقى هتقول كلمتين في الريف. عايز تروح تقضي الاجازه على البحر، يبقى اذا هتقول لي اكتيفيتي بتعملها في البحر. هتروح يعني مش هتسافر وهتعمل الاجازه في النادي هنا ومع اصحابك وتمارين وسينما والعاب فيديو جيم، براحتك جدا. كل واحد يكتب اللي نفسه فيه، المهم يكتب صح. تمام. يلا تعال نشوف الموضوع الثالث. الموضوع الثالث قال لي ايه بقى؟ او بريفيري فو فيفر ان فيل او على كامباني اي بوركوا؟ ده مهم جدا، عشان احنا عندنا اليونيتات الثالثه كلها بتتكلم في الريف، وبتتكلم في الحيوانات اللي عايشه في الريف، والريف مكون من ايه، واحنا بنشوف ايه في الريف، وايه الاكتيفيتي. تمام. ودايما في كومباريزون انتر لا كامباني ولا فيلا، المدينه والريف، والريف والمدينه. تمام. فهنا مفروض عندي خيارين، انا عملت معاكم الاثنين، يعني احنا عملنا الموضوعين، مره بنتكلم على الريف والافانتاج بتاعته، يعني فيفر على la campagne quels sont les avantages، المزايا بتاعته. ونفس الموضوع عملناها la vie en ville، ايه الافانتاج بتاعتها. داكور. تعالوا بقى اما نشوف كده التصحيح بتاعه على طول او الاستكمال. يبقى لما يسالني انا احب اعيش فين، ويقول لي يا ترى لو خيرونا يعني هنعمل ايه، وهو قال لي ايه، او بريفيريفو فيفر اون فيل وعلى كامباني وبوركوا. كلمه بوركوا دي لماذا، واتكلم على البوليسيون. لا البوليسيون معروفه طبعا، حتى لو ما تعرفهاش بالفرنساوي، فان انجلش بوليوشن اللي هي التلوث، وداني امانجي اللي هي ااكل او اعطي اكل. تمام. فهنا الجمله احنا بداناها بمي، ليه مي؟ على اساس ان احنا اغلبنا حتى القاهريين جدودهم واهاليهم عايشين بعيد عن القاهره في مدن ريفيه او في صعيد مصر. يبقى مي جران بارون، بدات بمي جران بارون فيف على كامباني، جدودي عايشين في الكامباني. تمام. ils ont une petite ferme، هم عندهم فرم، فرم يعني عندهم مزرعه صغيره هناك. ف j'aime aller passer les vacances chez eux. نخلي بالنا بقى من كلمه شي دي، عشان دي مهمه قوي قوي قوي. شي يعني عند، شي لازم يجي بعدها اسم انسان. طب لو ما فيش اسم انسان، اسم صاحب مهنه، يعني ما اقول مثلا ايه، je vais chez le dentiste، انا رايح عند الدكتور بتاع الاسنان. je vais chez le mécanicien، رايح عند الميكانيكي بتاع العربيات. je vais chez l'épicier، رايح عند البقال، le poissonnier. طبعا احنا خدنا اسماء المهن، وخدنا ده مرتبط بايه، خدنا ده مرتبط بحاجتين، خدنا ده في الunité 2 اللي بتتكلم في الاكل والشرب، عشان السوبر ماركت والريون اللي موجوده فيه والبرودوي طبعا، وخدنا ده في الكوميرس، اصحاب المهن في الunité 4، ده عشق مع ده خلاص، والاثنين معاهم شيء. لو قلت على فكرة شيل بيسي، ممكن اشيل شيل بيسي او محطة شيل لوي، وانت رحت عند البقال او الفكهاني فريتي او ليجوميي، رحت عنده شيل لوي. تمام. يبقى بعد الشيء بحط ايه، بحط برانون تونيك اللي هي ضمائر التوكيد، اللي هي انا بشيلها محطة موا وانت توا، هو لوي هي ال، النونو والفوفو،
والإيل افيك اس بتبقى E اللي هي دي E U X، اللي هو في ناس بعتت تقول لي هو ايه الـ E U X دي؟ الـ E U X أو الـ E دي كناية عن جراند بارون، جدي وجدتي، فجدي وجدتي أي جمع ولد وبنت بيبقى إيل افيك اس، فالإيل افيك اس برانون تانيك بتاعها، الضمير بتاع التوكيد بتاعها E U X اسمها E، تمام؟ وخلي بالك بقى ان كلمه شي ومعاها بعديها مكان، لو لعب معايا اللعبه بتاعت البرونون بيرسونال اللي مثلا ايه تو فا الي شي تي جران بارونها في الصيف مثلا، هتروح عند جدو ونناه في الصيف، اه رايح عندهم، يبقى شي شيزو دي ومحطه الايجراك، تمام؟ يبقى هنا جام الي باسي لي فاكونس شيزو، انا بحب اروح اقضي الاجازه عندهم. عندهم فين بقى؟ عندهم على كومباني. على كومباني في ايه بقى؟ ايه الحاجات، ايه الافانتاج بتاعت الكومباني؟ ايه الحاجات الحلوه اللي بنروح نلاقيها في الريف؟ الاير بيور، والله الهواء نقي ما فيهوش كم التلوث اللي موجود في المدينه من العربيات وخلافه. طب ولوكالم، الهدوء، لسه الدنيا هناك هاديه شويه بعد المغرب، فعلا الدنيا بتهدى تماما عكس الفيل خالص. اين يا با دو بوليسيون، ما فيش يعني تلوث جامد زي اللي موجود فين؟ اللي موجود عندنا في الفيل، داكور؟ طب ني دو بروي، وما فيش كل الضوضاء اللي موجوده اون فيل. عندي بقى اخر حاجه بيقول لي اوسي كمان على كومبانيا جام دوني امانجي لمين؟ انا بروح اكل مين هناك في الكومبانيا؟ يبقى جو دون امانجي او جام دوني امانجي اوز انيمو، بحب اكل الحيوانات، تبقى لابان بقى، تبقى فول، تبقى بوسان. نراعي ان احنا النهارده نكون مراجعين على اسماء الحيوانات الذكر والانثى والصغير بتاعه، تمام؟ محدش بكره يجي لي مثلا في الامتحان يقول لي جومون ويقول لي اصل انا كنت ناسي ان جومون دي الفرسه اللي هي مرات الحصان، مفيش الكلام ده. والبوسان اللي هو الكتكوت ابن الفول الفرخه والكوك اللي هو الديك، لو سمحتم نراجع الحاجات دي ضروري جدا. خلاص، طب ايه كمان الحاجات اللي انا ممكن اروح اعملها غير ان انا بستمتع وانا باكل اللابان والحاجات دي؟ اقول جام مونتي اشيفال، وكمان بحب ايه ايه مونتي اشيفال، بركب خيل في الريف في مساحات واسعه ومكان امن وبركب خيل براحتي، داكور؟ ده لو قلنا الحياه في الريف افضل عشان ان دو تخوا، كل الريزون السابقة دي، كل الأسباب السابقة. طب لو أنا هعمل بقى الكومباريزون التانية والحياة في المدينة أعمل إيه؟ لما قولي أنت تفضلي تعيشي فين؟ أون فيل ولا في الكومباني وبوركوا؟ وقولي لي بقى أكتيفيتي وفير لي بوتيك. طيب دي كلمتين، أكتيفيتي يعني نشاط وفير لي بوتيك. طبعا كل الناس شايفة إن المدينة ساحرة، وخصوصا القاهرة طبعا ما شاء الله يعني علينا وعلى النسمات المتضخمة كل يعني سنة عن سنة، تمام؟ كله شايف إن العاصمة دي هي التوب وفيها كل حاجة، العاصمة التي لا تنام، اكتيفيتي باستمرار 24/7 24 ساعة في 7 أيام، وطبعا الشوبينج بقى وكل البراندات يعني موجودة عندنا في القاهرة. طب تعالوا نشوف الموضوع بقى ونشوف المدينة كده ولا مش كده ولا ايه؟ انتوا ايه رأيكم؟ المدينة ولا الكومباني؟ تحبوا تعيشوا فين؟ فيل ولا كومباني؟ وليه يا ترى؟ يلا نشوف الحل بتاع الموضوع ده. قال لي ايه بقى؟ بدأت بما فامي، ما فامي اي موا، العيلة وأنا، نوز ما، واداني نقط فيفر. أنا ليه حطيت هنا النقط؟ عشان أحط كلمة بيان، يعني في ناس اللي يعني قلبها حامي قوي جدا كده على المدينه وبتحب القاهره ومش معترفه باي مكان تاني غير القاهره، بتقول لك نوزيمون بيان في برونفيل. لا لا لا، احنا بتوع المدن، احنا بتوع المدينه، احنا نحب جدا نعيش في المدينه. ليه يا ترى؟ كار إليا بوكو داكتيفيتي افي، لان المدينه فيها اكتيفيتي كتيره جدا تتعمل صبح ودور وليل، انت بتعمل حاجات. اون فيل يعني في المدينه، إليا حاجات بقى كتيرة زي ايه؟ لي ميوزي طبعا عندنا متاحف كتير، لي سينما ده كتير كتير، وتياتر مسارح كتير، وان بو توجور الي فين بقى؟ لازم يعني ممكن نروح دايما فين؟ وسنتر كوميرسيال،
اي مركز تجاري اللي هي المولات، المولات دي مفتوحه كتير. ليه يا ترى؟ عشان الناس اللي بتعشق الشوبينج، جادار لو شوبينج، دكا. هي دي الحاجات اللي يعني الناس محببه الناس في الحياه في المدينه، من المدينه تعتبر لا تنام، وكله اكتيفيتي وكله مفتوح وكله متاح. تمام، يلا تعالوا بقى نشوف الموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده كان ظريف جدا برضو، حاجه تخص السانتي، الصحه. طبعا السانتي لازم نراعي صحتنا، وده ماشيه مع الوحده الثانيه والاكل والشرب وكده. فهنا بيقول لي دكتور لو ميدسان دون دي كونسي ا فوتر مير بور اتر ان بون سانتي. الدكتور نصح مامي ان هي شويه نصايح عشان تبقى في صحه جيده. فهيقول لها ايه بقى؟ تعالوا ما نشوف كده على بعض الموضوع كامل كده. انا برضو عملت ايه؟ حاولت اساعدكم، فديت شويه افعال. اهو دكتور لما هيكلم مريض هيجي له بصيغه ايه؟ هيكلمه بصيغه الامر. اول نصيحه اللي هي حضرتك لازم تعمل tu dois او vous devez او il faut. تمام، فاحنا هنا جبنا من الاخر وحطينا الافعال كلها فين؟ في الامبراتيف في الامر. قال لي مانجي، مانجي يعني ناكل. بعد كده une heure، لما يقول لي كل يبقى هيقول لي كل ايه؟ يبقى beaucoup de légumes frais، مطلوب عشان صحتنا تبقى كويسه ناكل خضار كتير وفاكهه كتير، ولازم يبقوا فريش، نبعد عن الفروزن شويه ونبعد عن الحاجات اللي هي الجانك فودز وكده. يبقى ناكل خضار كتير وفاكهه كتير ويبقوا فري. انت بقى عايز تعرف كلمه ليجوم خضار مستصعبه، اكتب كلمه فري اللي هي نفس الكلمه بالانجلش. كلمه فري يعني طازه. مش عايز تكتب فري بتتلخبط، مش مشكله، اكتب مانجي بوكو دو فري وبس. كل حضرتك فاكهه كتير او كلي حضرتك خضار كتير. مارشي اونور بار جور، لازم على الاقل تمشي ساعه كل يوم للصحه العامه. دي كونساي جينيرال، لازم حضرتك يعني نصيحه عامه تمشي ساعه كل يوم، نص ساعه رايح نص ساعه جاي. اوكي، نو مونجي با دو جاتو. طبعا كلمه بقى دو جاتو او برودوي سكري او دي برودوي سورجيلي او سكري، شوف اكتبها باي طريقه تعرف تكتبها تبقى بسيطه بالنسبه لك. المهم ما ناكلش حلويات كتير او ما ناكلش حلويات اصلا، نحاول نعتمد على الحاجات الطبيعية، السكر الطبيعي اللي موجود في الفاكهة واللي موجود في الحاجات التانية يعني. تمام، يعني اللبن لوحده لما بيسقع بيبقى فيه نسبة سكر لطيفة يعني. ماشي، بلاش حلويات، ممكن العسل للنحل لما هنحطه على الحاجات، ناكل حاجة تدينا طاقة وتدينا صحة بدل ما السكر الكتير بيسحب مننا صحة. اوكي، يلا ربنا يحافظ عليك. نمانجي با دو جاتو، ما ناكلش جاتو كتير او جاتوهات عموما او حلويات. فات دي سبور، مطلوب ان انت تمارس رياضه. تقولي ما انا مشيت ساعه، او انت لسه ما مشيتش، الدكتور بيقول لك امشي ساعه وفات دي سبور، اعمل رياضه. الساعه دي انت عندك 23 ساعه في اليوم، اعمل ساعه كمان رياضه، مش هيحصل لك حاجه على فكره. ساعتين ثلاثه في الاسبوع تمارس فيها رياضه، تمشي فيها، تتعب شويه، تشغل عضلاتك. انتوا كلكم شباب يعني. يلا ne buvez pas de soda، ما تشربوش صودا، الصودا غلط. تمام، buvez beaucoup d'eau، اشربوا ميه كتير. كلها حاجات بسيطه جدا، ما حدش ما يعرفش فيرب فير، حدش ما يعرفش فيرب بوار. تمام، وكلها نصايح بسيطه بسيطه بسيطه، وكلها من الواقع ومن الحياه. تمام، تعال نتكلم بقى في الموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعته برضه ماشي مع الوحده الثانيه اللي هو السوبر مارشي، ووصف لي بقى بتعمل ايه بقى في السوبر مارشي والريونات اللي فيه وكل ريون بشتري منه ايه. يلا نشوف. بيقول لي فو ديكريفي لي سوبر مارشي دو تون كارتيه، انت بتوصف السوبر مارشي اللي موجود في الحياه بتاعك لمين؟ لتون سيبر كابان فرونسي، صاحبك اللي على النت اللي انت بتعمل شاتي افيك، تقعد شايت معاه. في بقى اتنين اليمون، كلمة بروبر وكلمة اشتري. بروبر يعني ايه؟ بروبر يعني نظيف، واشتري يعني اشتري. تمام، طيب نجيبه بقى على طول محلول بقى عشان نتكلم مع بعض. فانا قلت ايه؟ هنا قال لي اوصف السوبر مارشي اللي موجود في الحي بتاعك. فاقول له والله على طول دون مون كارتي، في الحي بتاعي. وكلمة حي دي جاية من السنة اللي فاتت. تمام، يعني دي حاجة من الكلمات المتراكمة علينا من ثانية سنة. فدون مون كارتيه، في الحي بتاعي il y a un grand supermarché، في سوبر ماركت كبير قوي. il est
بروبر، هو نظيف جدا وبيان اورجانيزي وكمان منظم قوي. جيم اي الي، بحط يعني حطينا برضو الاجراك بين ام والي عشان انا بقول لك احب اروح هناك بور فير لي كورس. طبعا فير لي كورس كل الناس عارفه ان هي تروح تعمل الشوبينج بتاع البيت من السوبر مارشي، دكار. فا او ايه بقى، او نقط برودوي دو لا مير، يبقى من الريون، من القسم اللي اسمه برودوي دو لا مير، منتجات البحر. تمام، بنشتري ايه بقى؟ اسهل حاجه دي بواسون، ونخلي بالنا كويس قوي عشان لسه حتى الان الناس بتتلخبط بين بواسون وبواسون. بواسون البي بيبسي، الاول حرف اللتر بي زي بيبسي، ده السمك، السمك مذكر. ف انا شت دو بواسون ودي كريفات، طبعا دي كريفات اللي هو الجمبري. تمام، طب الكلمه الثانيه اللي الناس بتتلخبط بينها وبين بواسون هي كلمه بواسون. بواسون اللي هي المشروبات، بواسون بتبدا ببي، بي اللي هو بي زي بيبي. تمام، لو تاني لتر تاني حرف، فالبي بواسون ده دي مؤنثه، دي المشروبات. تمام، يبقى يا ريت يعني ما نتلخبطش بكره. اللي اولها بي بيبسي ده السمكه مذكره، اما اللي اولها البي زي بيبي دي المشروب اللي هو مؤنث. من القسم بتاع برودوي دو لا مير، منتجات البحر، بناخد سمك وبناخد جمبري. من الريون اللي اسمه برودوي ليتشي، من المكان او القسم اللي هو منتجات الالبان، بنشتري فروماج، بنشتري ياوخت، بنشتري اللي. تمام، منتجات الالبان. وبعدين اوريون فروي وليجوم، في القسم بتاع الخضار والفاكهه اليا ايه بقى، اليا دي بوار اللي هو بوار اللي هو الكمثرى، او اي فاكهه تاني تتكتب لك، اكتب بوم، بانان، غيزان، باستاك، اللي انت نفسك فيه اكتب، مش مشاكل. ودي طماط، انا حبيت دي يبقى واحده خضار وواحده فاكهه. تعرف تكتب كونكومبر، اونيون، ليتو، براحتك اكتب اي حاجه تخص الخضار. بقول اوسي جاشات دو كوكا ودو لو مينيرال، بشتري كوكا، بشتري ميه معدنيه اللي هي لو مينيرال، اوريون اللي هي بواسون اللي انا لسه متكلمه فيها معاك حالا من شويه. دكار، دول كانوا شويه موضوعات لمت المنهج كله. اتكلمنا في الرياضه، اتكلمنا في الصحه، اتكلمنا في يعني حاجات تخص الصحه، اتكلمنا في وسائل المواصلات، اتكلمنا في ريف، واتكلمنا في مدينه. ان شاء الله بكره ان شاء الله هتلاقوا اكيد حاجه من ده في اي حته، في القطعه اللي عليها اسئله، في سيتواسيون، في جمله جرامير، في مال، في سوجي. عايزاكم تبقوا واثقين ان انتوا ذاكرتوا كويس وتعبتوا كويس وربنا مش هيضيع تعب. ادي حاجه. الحاجه التانيه، تركيزك، نومك، اكلك، صحتك لازم تعتني بيها عشان ده الطبيعي، هي دي اللي فاضله معاك وقاعدالك. اوكي، ننام كويس وناكل كويس طول ما احنا قاعدين بنذاكر، لو سمحتي ناكل ايه، طبق خضار حلو كده ازقز فيه، طول ما انت بتشغل بقك الاكسجين بيخبط في دماغك والذكاء بيشتغل كده وبتلعلعه وبتبقوا زي الفل. بكره نبدا ايه في الامتحان، نحل الامتحان ازاي؟ بكره نبدا بالسيتواسيون، ومهم قوي ان انت تبدا بالسيتواسيون علشان واحد تفرفش الذاكره، اتنين السيتواسيون بتبقى جمل على بعضها، ثلاثة عشان تركز من الأول للآخر عشان تفهم مين اللي بيتكلم ومين اللي بيرد عشان ما تتلخبطوش، فعايزين تركيز عالي. فنبدأ بسيتواسيون، هناخد كلمات وهناخد فوكابولير وهنراجع جرامير جوه السيتواسيون. اقرأ كويس واقري بتركيز وبالراحة كده وناخد نفس كده وربنا معانا. خلصنا سيتواسيون، انزل جرامير. ليه جرامير؟ علشان في السيتواسيون فوق انت قريت حاجات جمل مترتبة فيها حروف جر وفيها افعال متصرفه وفي ازمنه وفي حاجات حلوه كتير تستفيد بيها على طول في الجرامر. طب بعد كده اعمل ايه؟ ادخل في المال والسوجي. ليه بعمل كده؟ عشان اكيد في سيتواسيون وممكن في الجرامر مر عليا مال وسوجي، او حتى اعملهم في المسود ده. تمام، هينقصني ايه بقى بعد ما اخلص ده؟ ادخل على القطعتين. انا المفروض بحل القطعه ازاي؟ اقرا الاسئله كويس جدا وترجمها لنفسي ثم اطلع للقطعه. ده هيخليني اقرا اسرع، احل اسرع، واحل بطريقه سليمه. وانا ماشي المفروض بظلل، اوعوا تنسوا ده عشان في ناس نسيت، من فضلكم نظلل خفيف في الاول، خفيف 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 خفيف. خلاص، خلصنا القطعه،
والاولى هوب الاسئله في القطعه الثانيه، انا كده خلصت الامتحان بالراحه بقى كده وبهدوء، نفس عميق وركز واقول بسم الله وافتح بقى وراجع. انا عملت السيتويشن الاول خلاص واتاكد بقى، ظللت كامل يبقى اشد تظليله زياده، والله حاجه طرقت في دماغي كنت مظللها خفيف، ابص تاني واقارن، ها تمام اوكي مش تمام، نلحق ان احنا تظليله خفيفه خلاص اوكي احنا شغالين، لسه قلنا ايه الرصاص كده وبالراحه وحاجه بسيطه عشان المراجعه هي اللي هظلل فيها جامد 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 والدنيا تمام. واراعي وانا بكتب المال ان انا ابدا بماجوسكول، لو في كاستيون هحط البوان دانتروجاسيون، ما فيش يبقى اخر الفراز احط بوان، ونفس الموضوع بالنسبه للسوجي. خلص الموضوع وبكره ان شاء الله طمنونا عليكم، اكيد هتقفلوا اكيد هتقفلوا، مستنياكم تقفلوا، عايزين نفرح ان انتوا قفلتوا. الفرنسي بسيط، الفرنسي جميل، الفرنسي هيبقى البونبونه السنه دي اللي هتقفل لكم المجموع. تحياتي ليكم جميعا وتمنياتي ليكم بكل حاجة حلوة، يا رب كلكم تعملوا اللي نفسكم فيه وتحققوا أحلامكم وأحلام أهاليكم فيكم وأحلامنا طبعا، ونتمنى لكم كل التوفيق وبون شانس وبون كونتينياسيون وبونسوار.